انتهت البارحة القمة الإفريقية الروسية الأولى في نوعها، والتي ناقشت عدة قضايا أهمها التقنيات النووية والمناجم الإفريقية، لكن أثير الجدل في بعض الدول التي حضرت القمة بسبب بعض البروتوكولات واللقاءات الجانبية. هذه القمة التي تشبه منتديات التعاون الصينية الإفريقية انعقدت في سوتشي جنوبية البلاد في روسيا، ترأسها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين طبعا والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحضور ممثلي 54 دولة إفريقية من زعماء ووزراء، وكان بين الحاضرين الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح. وسيتم تكرار هذه القمة كل 3 سنوات بحسب الاتفاق. على هامش القمة التقى الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح ببعض الوزراء وبالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن ما الذي أثار الاهتمام؟ ما أثار اهتمام الجزائريين في ذلك اللقاء هو كلمة رئيسهم مع بوتين عن الأوضاع السياسية والإعلام والحراك الشعبي. هذا هو عبد القادر بن صالح في هذا الجانب، وفي الجانب الآخر الرئيس الروسي بوتين، حيث قال بن صالح: إذا كنت قد طلبت منكم هذه المقابلة فالغاية هي أنني أريد أن أطمئنكم بأن الوضع في الجزائر متحكم فيه وإننا قادرون على تجاوز هذه المرحلة الدقيقة. هذا كلام بن صالح، تظهر في الفيديو لقطة لبوتين، تابعوا مشاهدينا وجه بوتين. في هذه اللقطة يبتسم بوتين، مشروع ابتسامة، مشروع ضحكة يرتسم على وجهه. بوتين يبتسم أثناء قول بن صالح لتلك الجمل السابقة كما هو ظاهر هنا. أكمل بن صالح يقول: صحيح أن وسائل الإعلام تضخم حقيقة ما يجري في الجزائر وتسعى إلى ترويج معلومات تنقصها الدقة. أقول لكم والكلام أيضا للرئيس الجزائري إننا رسمنا تصورا وخطة ونسير في إطارها، واعتمدنا الحوار مع شركاء ممثلي المجتمع المدني، وشكلنا لجنة لتنظيم الانتخابات يوم 12 ديسمبر كانون الأول القادم. اعتبر بعض الجزائريين كلام بن صالح عن الشأن الداخلي خطأ دبلوماسيا وتقليلا من شأن الجزائريين وتصديرا للأزمة الداخلية. أغضبتهم صورة بوتين الضاحكة وهو يضحك أثناء كلام بن صالح، لذا التعليقات على وسائل التواصل كانت غاضبة في أغلبها. هذه تغريدة للحياني يقول فيها: سقطت سوتشي التخابر مع بوتين حول وضع داخلي بلغة غير دبلوماسية مهانة، والتهجم على شعب سلمي ووصفه مجموعات صغيرة إعدام للشرف السياسي. نجيب هنا له هذه التغريدة: ذهب ممثلو الدول الإفريقية إلى روسيا للدفاع عن مصالحهم، وذهب بن صالح ليشتكي من شعبه، جزائر الشهداء لا تستحق هذه الإساءة. غزال نبيل: لقاء عادي بل إيجابي، بلادنا تريد تنويع العلاقة مع روسيا وعدم اقتصارها على السلاح فقط بل التعاون في مجالات أخرى، طبيعي أن نطمئن الشريك الروسي بأن الأزمة تم التحكم فيها وإنها في مراحلها الأخيرة. يونس ساي في كلامه على كل بن صالح نجح، على كل بن صالح نجح فيما فشل فيه غيره منذ سنين طويلة، لأول مرة في حياتي أرى بوتين يضحك. حمزة حمدة في تغريدة أخيرة: بهدلتنا يا زح، تقول الجزائر رانا كارينها ماشي بلادنا. طبعا تعني هذه التغريدة وهي في اللكنة الجزائرية، تعني بهدلتنا يا راجل، كأننا مستأجرين الجزائر وكأنها ليست بلدنا. ويرفق ذلك بهذه الصورة لبوتين التي أثارت حفيظتهم مبتسما من كلام بن صالح.